طيب ناخد بقى الولاد الصغيرين الاول. بيقولي ايه العادات اللي ممكن نكون بنعملها قبل ما نتكلم على الاولاد وجرعتهم في يومنا بتكون السبب في ضعف العظام؟ العادات اللي بنعملها بتكون السبب في ضعف العظام: الاكثار الشديد في المشروبات الغازيه، الاكثار الشديد في السكريات، الاكثار الشديد في التدخين، كل انواع التدخين. يا نهار ابيض. طبعا، لان زي ما ولو قاعدين جنب حد بيدخن هي برضه تدخين سلبي. طبعا سلبي. اكيد اكيد. وعدم ممارسه الرياضه اطلاقا. بقى انا مش بقول ان احنا ننزل نجهد نفسنا في الجيم يعني، بس انا نتمشى. السيدات البيوت اللي قاعدين ما بيشتغلوش بايديهم يقوموا يحاولوا يشاركوا في نظافه البيت. يعني كل على طول بقول في الحركه بركه. صحيح. لازم نتحرك، لازم ناكل اكل صحي، اكل فيه كالسيوم مهم قوي. لازم نتاكد من نسبه فيتامين د، مهم جدا. فيتامين د مصدره اشعه الشمس. ناس مش عايزه تقول لك لا انا مش عايزه اقعد في الشمس اتحرق، يبقى باخد سبلمنت فيه فيتامين د. لو انا عملت تحليل فيتامين د ولقيت طلع ناقص. دي العادات الخاطئه اللي بنعملها اللي بتاثر على صحه عظامنا. طيب نقول لهم برده هو الب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت. مالتي فيت عشان لو في الصيدليه الدكتور قال لهم مثلا ده هو اسمه كذا ما يختلطش عليهم الامر. طبعا. ومنافذ البيع عندنا اولا موجودين في سلسله صيدليات كبيره. أوكي. ثانيا موجودين عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، دي ارقام الشركه، بنوصل لحد باب البيت في كل محافظات مصر. عندنا صفحه على الفيسبوك اسمها بايو ناتشرال للاستفسار، وعندنا للساده الصيادله الكود بتاعنا موجود على الشاشه، متوفر الان في الشركه المتحده للصيادله. هيقول لي ايه الشركه المتحده للصيادله؟ الجمهور. هقول لهم دي شركه توزيع من اكبر شركات توزيع الادويه والكوزماتكس وكل والمكملات الغذائيه في كل صيدليات جمهوريه مصر. فالصوره دي خاصه للصيادله فقط. اوكي.